السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جولتنا زي ما عودتكم عن سوق التمور، ما شاء الله نزلنا الحلقة اللي فاتت والناس يقولوا كل أسبوع يا حسن ألين ما ينتهي فصل التمر والرطب لازم تغطينا سوق المدينة. أبشروا، واليوم إن شاء الله راح نغطي لكم حراج التمور في المدينة المنورة، وإن شاء الله نحاول نقابل شيخ السوق وراح يشرح لنا إن شاء الله. طبعا شكر خاص لراعي هذه الحلقة، يعطيهم ألف عافية على الرعاية. خلوكم معانا مع الراعي ونبدأ بمقطعنا، يلا مع السلامة. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية عمو. حق فين؟ المدينة. حق المدينة على كم؟ 25. الصندوق 25. روثانة وهذه برنية. برنية بكم؟ 20. 20 ريال البرنية. طيب نشوف هنا سامر، يعطيك العافية. على كم يا عم؟ 25 ريال. ايش النوع؟ حلية المدينة. اللي بيتجوز ياخذ منها ياكل منها. ايش يسموها؟ حلية المدينة. يا سلام، مسامير الركب. يا سلام. حياك الله حبيبي، الله يسعد قلبك ان شاء الله. طبعا مع شيخ السوق محمد سلمان الهيبي، ونعم الشيخ. حياك الله يا هلا اخوي، حياك الله. خليك ان شاء الله. ودنا تاخذنا جوله ومعلومات بسيطه، ما نبي نتقل عليك، عارفين انك مشغول. حياك الله، احنا الان موسم الرطب، وطبعا تونا في بدايه الموسم ان شاء الله. طبعا انواع متعدده عندك، العجوة، الروثانة، الربيعة، الحلوة، الحلية. الأسعار تبدأ تقريبا الروثانة 30 ريال، 35 ريال، الربيعة 10، 12 ريال. الآن الإقبال والطلب متزايد على أنواع الرطب كلها. طيب كيف اللي عنده مزارع من خارج المدينة يبغى يجيب؟ والله ناس كلموني من حايل، من في يعني نظام معين متى يجيب ولا؟ احنا السوق احنا السوق الام للتمور او الرطب على مستوى المملكه، لان عندنا الزائرين والمعتمرين والحجاج، فجميع اسواق التمور في المملكه مصدرها الام سوق المدينه. سوق المدينه، سوق المدينه هو الام، يجينا من جميع، يجينا من الاحساء، من القصيم، من الرياض، من الخارج، سواء تمر او رطب، جميعه ينزل في السوق هنا. يا سلام، الله يديك العافية. طيب افضل اسعار الان او بعد اسبوع اسبوعين، يعني كخبره ما شاء الله؟ والله طبعا معروف، كل ما زادت الكميه يقل السعر. الان احنا في البدايه في ارتفاع ملحوظ بالاسعار، 10 ايام حيكون الاسعار متوسطه ومقبوله باذن الله. باذن الله، الله يديك العافية. ابدا السوق الساعه كم وينتهي كم؟ الساعه 6 الصباح يبدا السوق، تقريبا 1 الظهر ينتهي، وما بعد كذا حيوصل لين 3 العصر. الين تحت العصر. ايوه موجودين ان شاء الله. يا سلام، الله يعطيك العافيه على المعلومات الجميله. ما قصرت. تسلم تسلم. ما شاء الله تبارك الله. تين المدينه اخوي؟ ابي رماشي، مدار ابي رماشي. على كم الصندوق؟ الصندوق على 35. 35 ابي رماشي. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. وهذا؟ هذه سكرية، هذه ب 10 ريال. هذه ب 10 ريال. 10؟ ايوه سكرية، طعمها زي السكة. أبيار الماشي؟ هذه من العوالي. من العوالي. سكرية 10 ريال. هذه؟ هذه روهان من العوالي. كم؟ 18 ريال. 18 ريال. 18 ريال. الله يبارك لك. شوف يا ابوي، شوف. يا سلام يا سلام. حبة باكرة. ما شاء الله تبارك الله. ربي يوسع رزقك اخوي. هذه فترة التين يعني ولا؟ له فترة معينة؟ ايوه ايوه، مقطوف اليوم من المزرعة. اليوم القف؟ ايوه اليوم يجي، يوم بيوم الحرارة، المزارع شوف كلها اليوم بيوم يصورها. فين؟ كلها حق المزارع يجي اليوم. اليوم الان دام المزرعة يحبون عليه، شوف الان من المزرعة. على 17 ريال، على 18 ريال، على 19، 19، 20، على 20 ريال، على 20 ريال رقانة، على 20 ريال، على 20 ريال، على 20 ريال المال هنا يا اخو، 21 ريال، 21 ريال، 21 ريال، 21 ريال، على 21 ريال.
20 ريال المال يا اخواني، على 21 ريال، على 22 ريال، على 22 ريال، على 22 ريال برا، على 22 ريال، على 22 ريال، على 22 ريال الرزانة يا اخواني، 22 على 22 على 22 على 22 ريال، البيع مبارك الكل يستاهل، على 22 22 22 22 عمر بارك الله. والعجو هذه على الله بن حلال يا اخوان، العجو هذه على الله بن حلال، العجو هذه على الله بن حلال، يقول على 6 ريال 6 ريال 7 ريال 8 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 10 ريال 10 ريال، على 10 ريال 10 ريال، على 10 ريال 10 ريال، هنا يا اخواني على 10 ريال فهد، على 10 ريال 10 ريال، على 11 ريال 11 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 ريال، على 11 على 11 بارك الله، والحلوه هذه على الله بن حلال بن حلال، الحلوه هذه على الله. يقول على 7 ريال 7 ريال 8 ريال 8 ريال 9 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال حلوه، على 9 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال يا اخواني حلوه، على 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال المال، على 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال هنا، على 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال يا اخواني، على 9 ريال، على 9 ريال الحلوه، على 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال 9 ريال، على 9 ريال 9 ريال 9 ريال سالم بارك الله، والربيع هذه على الله بالحلال بالحلال. كم مرة ثانية؟ 15 ريال؟ حقت فين؟ والله حراج يعني اشتريت. الله يوسع رزقك يا رب. 15 ريال ما شاء الله تبارك، ما شاء الله تبارك الله. طالع عرب طالع عينك اسأل عن اسنانه. وين اسنانه؟ ما شاء الله عجوز عجوز يا شيخ، اديك العافية. ايش اسمك؟ يقول لك اسنانك وين راحت؟ كلم عينك كلم. تعال تعال ادي العاب تفرح فيهم ان شاء الله. كيف حالك؟ والله حبتين حبتين ثلاثه. طيب يا سلام. النكات انت تسويها ولا انا؟ مالي شغل، انا صاحب ده بس. صاحبه انت تسويها؟ يا سلام. ايش المكونات ولا سر المهنه؟ سر المهنه يا سلام. يلا سر المهنه لا نخرب عليه، خلاص يلا الله يوسع رزقك ان شاء الله. والله حاجة جدا جميلة بصراحة. أخويا عياط صيادة لازم نبرد، ولا أبو محمد اليوم الجولة معاه ما شاء الله. أحلى جولة مع أخويا أبو علي حبيبي. الله يسعده ويخليك. طبعا صديق الطفولة وأخو غالي، ونكبر إن شاء الله أبناءنا مع بعض. يا سلام. إيش تبغى بس قول؟ إيش الأنواع الموجودة؟ حبيبي كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. برتقال وليمون تمر هندي وتوت. طيب طيب نبغى نبرد. تمر هندي كيف؟ خليك تروح فلسطين. يا لطيف. اعطيني اثنين؟ لا لا واحد واحد. يا شيخ اثنين توت يا شيخ تبريد. تبريد صغير. صغير اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين. طبعا حلقة اليوم برعاية أجيال كيان. بيئة أفضل لجيل أفضل. طبعا أجيال كيان متخصصين بالسماد العضوي، وراح يعرفنا عليها أكثر وأكثر أستاذ بندر. السلام عليكم أستاذ حسن، كيف حالك؟ حياك الله. الله يسلمك. بالنسبة لنا مؤسسة أجيال كيان للتجارة، متخصصة بأسمدة زراعية بالمنتجات الزراعية. حاليا نملك سمادين، سماد من استصلاح الأرض إلى أن يزهر، والسماد الآخر من الإزهار إلى نهاية الحصاد. إيش يفرق السماد عن باقي الأسمدة؟ والله بالنسبة للسمادين حاليا اللي موجودة عندنا شاملة إجمالي مجموعة عناصر بداخلة في تركيبتها، بتساعد في استصلاح الأرض، وبتساعد في حسن الإزهار، وبتساعد في زيادة إنتاج الثمار. جميل أستاذ بندر، أعطيك ألف عافية. الله يعافيك. والآن مع المهندس الزراعي في أجيال كيان. حياك الله بشمهندس. بشمهندس ممكن تعرفنا على منتجاتكم أجيال كيان؟ عندنا منتجين، من تأسيس التربة إلى مرحلة الإزهار المنتج الأول، المنتج الثاني من الإزهار إلى نهاية الحصاد. يا سلام. أيوة. آمن للإنسان والمياه والتربة والنبات، وآمن في حالة الاستخدام مع المبيدات، ويصلح لجميع أنظمة الري. يا سلام يا سلام. يساعد على تقليل مياه الري، يساعد على الملوحة، يعالج الملوحة. طيب يا بشمهندس عجبتني قلل الري، يعني
صرفية المويه اللي المزارعين يستهلكوها تقل تقريبا 50%. تقل 35 ل 35%، اللي هو فائدة كبيرة. المياه مورد مهم جدا جدا، المنتج يغلي المستثمر. سمعت الانتاج؟ ايوه، يزيد فترة الانتاج عن الاسمدة العادية، فترة الانتاج تزيد بالتالي زيادة الانتاج. يا سلام يا سلام، منتج يستحق التجربة. ونحن في أحد المحميات في المدينة المنورة كما تلاحظوا يا أخوان، بصراحة ما شاء الله تبارك الله ريحة الخيار، يعني المنطقة في نهاية المقطع لا تنسوا الاشتراك واللايك. يعطيكم ألف عافية متابعين أخوي حسن بريك. حبيبي أخوي آيات صيادة، طبعا ما شاء الله من الصبحيه اخذت جوله، ان شاء الله انبسطت فيها. ناقصها لبن بس مع سوق التمر. اي والله لبن وسوق التمر شيء ثاني. يعافيك اي الف عافيه ابو محمد. حبيبي لا تنسوا الاشتراك زي ما قال واللايك ونشر المقطع، في ناس محتاجين هذا المقطع والاسعار. مع السلامه.